نبدأ مع بعض الكلام على ال layer node، ودي نود من النودز القوية قوي اللي هتقابلنا واللي هنشتغل تقريبا عليها على طول. يمكن ميزة ال layer node ان هي بتخليك تعمل اكتر من شيدر وتدمج بين الشيدرز دول عشان تاخد complex texture. لو جينا نبص، هو ده نفس السين اللي اشتغلنا عليها، انا بس خفيت الليكويد جيو. ولو جينا نطلع الاي بي ار، عشان بس الوقت بتاع الريندرينج نمسح الماتريال دي مش عايزينها. ونفس الموضوع في دي، ونروح على كرييت شيدر ارمد نتورك شيدر، ناخد ده ونحطه على الشيدر بول. وتتاكد دايما ان انت ما عندكش تحت هنا لا تاجات فاضيه، يعني ما عندكش فاضيه تاجز فاضيه، ولا انك انت عندك سب تاجز. عشان تتاكد من القصه دي هنروح هنا لفلتر ونبص على التكستشر تاج. منطقي احنا عندنا تكستشر واحده فقط المفروض اللي هي دي، بس هنا هو مدين انا عندي اتنين، فدبل كليك هلاقي ان انا عندي اتنين تكستشر. فببساطه هفتح ده، هو مش هيقول لي هو مش هيقول لي مش هيقول لي هي فين، تمام. لكن انا هضغط كنترول واضغط على ده وارجع اضغط عليه تاني عشان اعمل سيلكت، وهعمل ديليت كنترول زد. بالمعنى ده او بالمنظر ده انا فعلا عندي اتنين تكسر، واحد هنا والتاني لو نفتكر اللي هو بتاع السي. اذا انا كده ماشي مظبوط. دبل كليك على الارنولد شيدر نتورك دي، او بمعنى تاني انا هقول عليها امبتي تكستشر، وهفتح النتورك اديتور وهقفل دي كده. هروح هنا الاول احط ستاندرد نود، جميل. وكل بس الحكايه في الاي بي ار واعمل له ابديت مره تانية عشان ياخد الخامه الجديده او ياخد الماتيريال الجديد. هنا في الديفيوز ممكن تحط اللي انت عايزه، يعني انت هنا اعمل خامة كأنك بتشتغل خامة واحدة بس. بعد كده بالمناسبة لما تيجي تشتغل على كومبلكس تيكتشر او كومبلكس ماتيريال، ما تفكرش في الخامة التانية طول ما انت شغال في الاولانية. يعني انت مثلا عايز تعمل خامتين، الخامتين عبارة مثلا عن راستي ميتال او حديد مصدي او ديفر بلاستيك مش عارف جاليلو ايه، انت وطفر انت عايز تعمل ايه، ركز في الشيدر الاولاني خلصه كانك بتعمله لوحده. بعد كده ركز في الشيدر التاني خلصه كانك بتعمله لوحده. بعد كده ادمج بين الاثنين. اما انك انت تفكر في الشيدر ككل مره واحده مش هتعمله، ولو عملته هيطلع مش مظبوط. مثلا انا هنا ده هنسميه البيز شيدر او البيز تكستشر، وده هيبقى عباره عن ميتال. فانا هعمل كده اسود مش عايز كونتريبيوشن، وهروح لسبيكولر وهعمل فرنيل بما اني مش هتحكم بتكستشر فيه، وهروح لريفراكشن واقول له فرنيل يوز اي او ار، ودي هخليها مثلا بتاع 20 ولا حاجه، تمام. وهرفع السبيكولر ويت، والروفنس هاخدها تبقى حاجه بسيطه قوي زي كده. هرفع السبيكولر ويت على الاخر. بس هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. يمكن حتى مش هخليه يعني عاكس قوي، على اعتبار ان انا هعمل خامه ميتال بس انا كده كده هي مش هتظهر معايا، دي عباره عن بيز تكستشر هتبان من تحت الشيدر اصلا اللي انا هعمله. هقدر كده شويه عشان مش عايز احولها للون ابيض. خلي بالك زي ما قلت المره اللي فاتت، ده في حاله بتاعه الاي او ار بيتحول لكالر، تمام. فانا هسيبها
بالشكل ده كده، وان يكون بس هديها سنه بسيطه كده. انا تقريبا خلصت من الشطر الاولاني، مش هعمل فيه اي حاجه لان ده هيبان في الاخر كانه سكراتشز. طيب كده تمام. الشطر التاني ستاندرد ده اللي هيبقى الاساسي بتاعي، هقوم واخد دي رميها هنا كده. في نقطه انا بحب اعملها، حته اي سيرفس بلاستيك ميتال خشب اي سيرفس، الكالر ما بحبوش يبقى لون واحد. على فكره التكنيك ده انا بشتغل بيه في الجيري في الماكس، وحاول انك انت تخليه هو التكنيك بتاعك في اي شغل. مفيش سيرفس في الدنيا الكالر بتاعه واحد من اوله لاخره، لازم الكالر بيحصل له تغيير. لازم التغيير ده مش عشان لازم اي اوبجكت يبقى اتنين كالر، لا، التغيير ده جاي اولا من اللايت سكاترنج على السيرفس نفسه، يعني الضوء لما بينزل بيغير في الكالر، جاي من زاويه رؤيتك انت للسطح، جاي من الريفليكشنز اللي حواليه. مفيش سطح في الدنيا الكالر بتاعه بيفضل ثابت حتى لو هو لون واحد، بيتغير الكالر او بتتغير درجات الكالر بتغيير الاضاءه وتغيير الريفليكشنز، حاجات عوامل كتير جدا بتتحكم في الموضوع ده. طبعا انت هتقول لي يعني احنا لازم، مش لازم، بس هو انا بتكلم عن لو انت حابب تبقى اكيوريت قوي اعمل حاجه زي كده، مش حابب خلاص. دي تتعمل بحاجه سهله قوي عن طريق الميكس نود، هي نود بسيطه قوي، انبوت 1 وانبوت 2 والميكس بينهم. حلو، انبوت 1 وانبوت 2 ممكن يبقوا اي حاجه، ممكن يبقوا صورتين، ممكن يبقوا لونين، اي حاجه تعجبك، ممكن يبقوا شيدرين، تمام. لكن انا هخلي الموضوع بسيط وهعملهم لونين. اللون الاولاني هيبقى واخد يعني يعني حاجه زي كده مثلا، بس دي ساتوريتد شويه ماشي، وهقوم حاططها هنا. اسف مش هنا زي ما هي، جميل. وعشان نشوفها بالمره هقوم رميها في الفيو بورت، خلي بالك انها ظاهره في الايد. الكالر التاني هيبقى نفس الاولاني بس هيبقى اغمق و ديساتوريتد اكتر منه. هنا ادالك 50، يعني هي 50% ميكس بين الاثنين، وحاول تخلي الكالرز دايما فيها نسبه ديساتوريشن عشان ما تبقاش برايت قوي. كده كده احنا هنحط لسه عليها ريفليكشن. طب الميكس بين الاثنين لو طلعت لواحد انت في انبوت، لو طلعت لواحد كده انت كده في انبوت 2، لو طلعت في زيرو انت مديها انبوت 1، لو خليتك 0.5 انت كده ميكس بين الاثنين. طبعا هنا بتقول له يا اما كادر يا اما فيكتور، مش هدخلكم في المتاهه دي، لكن في حته الميكس انا ممكن ارتاح من القصه دي كلها واعمل ميكس عن طريق عن طريق ايه؟ ابيض واسود، عن طريق ماسك. الماسك ده هيبقى ايه؟ الماسك ده مش فارقه، ممكن تحط صوره ابيض واسود او انك تحط هنا الشيدر نفسه بتاع ارنولد، تمام، اللي هو طبعا انت عندك هنا اي ال اي ال اي ال دي اللي اي ال شيدرز، تمام. فانا هاخد نويز وهاشبوك النويز دي هنا واقول له ان دي عباره عن الميكس زي ما احنا شايفين اهو، بدا الالوان عندي تتغير. طبعا الالوان دي يعني هيبقى التحكم فيها عن طريق السكيل، فانا هودي دي هنا الاول، هلاقي ان النويز قليل اشبه بالامبيت اوكلوجن، فانا كل اللي انا عايزه ان انا عايز ازود التكرارات بتاعت النويز. ما افتكرش ان انا هزود اكتر او لو اكتر من كده هيبقى حاجه بسيطه، بحيث ان انا عايز تداخل في لون، انا مش عايز حبوب او مش عايز يبقى فيه نقط. النقطه الثانيه انا ممكن ازود الاوكتيفز شويه بحيث يديني شويه جري سكيلز او ديتيلز، عايز برضو احط شويه ديستورت. افتكر ان انا هقللها شويتين وهقلل الاوكتاف برضو شويتين، تمام. همسك دي كده خلاص واقوم واخد الاوتبوت حطه هنا
هلاقي الكلر بالشكل ده. هروح للميكس نود وهروح للكلر ده سنة واقوم جاي بس فتحه سنة بسيطة بالمنظر ده، وده بس هعمل له دي ساتوريت سنة بالظبط. انا مش عايز بالظبط حاجة بالمنظر ده كده، مفيش بينهم كونتراست عالي كده. خلاص الميكس نود بقت جاهزة، هوصلها للستاندرد واقول له ان دي هتبقى الديفيوز كلر. اودي دي للبيوتي هلاقيها بالشكل ده. هو ده التداخل اللي انا بتكلم عليه. سهل بقى هنا من النويز انك انت تتحكم فيه زي ما انت عايز، عن طريق انك انت تقلل الديستورشن شوية، عن طريق انك انت تزود ده شوية، اهو بقى السيرفس بالمنظر ده كده، فكده بقى طبيعي اكتر كده. احنا رفعنا ال احنا ما عملناش لسه سبيكيولر في الديفيوز، الدنيا تمام. هرفع بس الديفيوز ده سنه كده. روفنس هديله سنه رف عشان يبقى رفر زي ما احنا قلنا. عندي بعد كده هنا السبيكيولر كولر، قبل اي حاجه هدي فرنال، وادي فرنال عشان ابقى ريحت دماغي واشتغل مظبوط. روفنس انا عايزه يبقى رف بس مش رف بالدرجه دي، وعايز الاي يو ار مثلا يبقى بتاع 5 ولا حاجه، وده يبقى سنه بسيطه تمام. افتكر 4 تمام، هتبقى اظرف وروفنس هتترفع شويه بالمنظر. طيب في ايه بعد كده تاني؟ في ان احنا عايزين بقى ناخد ده، هروح لبيزك ودي هنسميها سكراتشز ودي هنسميها بيز كولر. عايز اعمل حاجه تانية اللي هي الديرت تمام. او دست درت او دست وتذر، هاخد من هنا ستاندرد كولر واوديها هنا مثلا. دي هتبقى حاجة كده برضو دي ساتوريتد، ولو اني بقى هفضل دي تبقى هنا كده كده مثلا. يعني حاجه بالشكل ده. طبعا الكلر ولا هيبقى فيه او الدست هيبقى فيه سنه ريفلكتيفيتي ومش عاليه، مفيش اي حاجه في الدنيا مفيهاش ريفلكشن خلاص، لكن هيبقى رف قوي. هرفع السن كمان شويه كده وبس على كده. اما دي فدي طبعا كل اللي انا عمال اعمله ده بيزك قوي جميل. طب انا عايز بقى الم كل ده مع بعضه. هنا انا عندي هنا حاجه اسمها لاير، في هنا اي ال لاير ودي مختصره جدا، وفي عندنا حاجه اسمها AL layer color ودي جميله جدا 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 جدا، كانك شغال فوتوشوب. احلى حاجه في دي ان هي شغاله بالترتيب المنطقي، ارنولد شغاله من تحت لفوق، دي شغاله من فوق لتحت، هي نفس يعني هي نفسها بتاعت ارنولد. لكن خلينا نتكلم على layer color اللي هي بتاعت ارنولد. شوفوا بقى ارنولد بدأ من 8-1 تمام. طيب دلوقتي تعالوا نرص layers بتاعتنا. انا عندي السكراتشز، هروح لدي كده الاول، هوصل دي هنا وهروح لاول واحده اللي هي السكراتشز، دي هتبقى في layer رقم
1. بعد كده الكالر هيبقى فوقها في لير رقم 2. ما بانتش ده عادي. ناخد بس النودز بتاعتنا كده. عندي بعد كده الدست ده هيبقى في لير رقم 3. مالكش دعوة بالترتيب ده، ارنولد هيتعامل بالترتيب ده، فانت عايز تمشي مظبوط خد بقى دي تبقى تحت كده 1 2 3 تمام بالمنطق ده كده او بالشكل ده. طب ما بنتش لير 2 ما بنتش ليه؟ علشان اللايرز دي او اللاير شيدر بيتعامل بالالفا، الفا او ليها الماسك. لو انا رفعت الفا 2 لير 2، لو انا رفعت الفا 3 هيبقى لير 3. طبعا الالفا في الغالب احنا نتحكم فيها عن طريق ابيض واسود او عن طريق ماسك. الميزه زي ما قلت في الاي ال في الاي ال شيدرز او في الاي ال لاير، هو بيبقى حاطط لك هنا اسم لاير، بيبقى حاطط لك بيبقى مرتب من فوق لتحت زي ما قلت. والله ارنولد 5 يعني غير ان هو بقى اسرع سنه وفيزيكالي اكتر شويه من ارنولد 4، لكن المين ابديت اللي فيه ان هم خدوا الاي ال شيدرز فعلا حطوها كستاندرد فعلا يعني، بس جميله بصراحه. طب هنا اولا انا هاجي في لاير 2 الفا هتحكم فيها بايمج، فانا هروح على ايمج. بالمناسبه انت ممكن تاخد ايمج تحطها هنا فتفتح على طول. افتكر في ايديت فينا حاجه اسمها اوتو فايل براوزر وين كرييتنج ان ايمج شيدر، يعني لو انت سحبت الايمج دي حطيتها هنا يفتح لك على طول البراوزر. لو مش عايز دي يبقى الغي الغي الاوبشن ده. يعني شوف انا لما هسحب دي كده هيفتح لي على طول البراوزر. لو انت مش حابب دي خلاص هروح التكتشرز ماسكس، ومن هنا هبدا اخد الصوره اللي انا عايزها او الحاجه اللي انا عايزها. خلي بالك ان لير 2 لير 2 هتبان في الابيض، لير 1 هتبان في الاسود. هاخد مثلا وليكن حاجه زي السكراتشز دي تمام. ده ايه انا خدت دي ليه؟ انا كنت ممكن اخد دي بس انا عايز اخد دي عشان اوريكم اعملها انفرت ازاي. هيقول لي كوبي، هقول له ماشي يا سيدي اعمل كوبي. الاول اتاكد من التايلنج شكله عامل ازاي. ده الشكل بتاع السكراتشز او ده الشكل اللي هتبقى عليه السكراتشز. طبعا عايز تعمل لها تايلنج مفيش مشكله، هتروح هنا وهنروح ليو في كوردينيتس، هروح لسكيل وهخلي سكيل 2 باي 2. استنى شويه لان الايمج دي فيها سمول دوتس، فالسمول دوتس دي مش هتبان غير بعد ما السامبلنج يخلص، فهلاقيها بالشكل ده كده. بالمناسبه انا عايز الانفرتد فيرجن من دي، بس انا هظبط على دي وبعد كده خلاص الدنيا هتظبط. في نقطه، في عندنا تكتشر او عندنا نود حلوه قوي اسمها التراي بلانر نود. التراي بلانر نود مش بتنفع في انك انت لو حاطط ايمج هي الايمج دي هي التكتشر بتاعتك انك تعمل لها تايلنج او انك تخفي السينز ما تبانش. لكن التراي بلانر نود بتنفع حلو قوي 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 في الحاجات في التكتشرز اللي مش منتظمه زي الخامات اللي هي بتاعت الديرت دي، او الخامات اللي هي فيها نويز، او الخامات اللي فيها هاي فريكونسي كولرز، بتنفع جدا ما بتبينش السينز او ما بتبينش التكرار، ودي تهمنا جدا على فكره. طب دي استخدامها عامل ازاي؟ استخدامها بسيط جدا، انت هتيجي هنا وتكتب تراي بلانر. اهي تراي بلانر دي بقى مش ستاندرد في الارنولد، او مش ستاندرد في ارنولد في ارنولد 4، لكن بقت ستاندرد خدوها من هنا من الاي ال تراي بلانر من الاي ال شيدرز وبقت ستاندرد. طيب يعني اسمحوا لي بس هتعامل بالاي ال شيدرز دي. هاخد الت واسحب فوق الايمج واسيب انسرت فين افتر تمام كباك جراوند.
هي بقى مش كباك جراوند، هي كتكستشر. تمام، هي كتكستشر، هي بتاخد تكستشر على فكرة على طول. هاجي هنا واقوم واخد نفس التكستشر ال اسيتس 2D اسيتس تكستشر، وهقوم واخد نفس التكستشر دي. اوكي، مش عارف ليه اداها فلات ريد. طيب خلينا نناقشها بعدين. تمام، ونشوف مشكلة الفلات ريد دي، لكن دي يبقى الوضع على ما هو عليه، وهسيبها 2 في 2 او ممكن 3 في 3 تبقى اظرف. طب انا عايز الانفرتد، انا عايز الانفرتد من دي. هروح هنا وهحط رامب فلوت كولر الت واسحبها فوق الايمج، انسرت افتر انبوت. تمام، كل الحكاية ان انا هاخد ده كده واجيب ده كده. بعد كده هقوم واخد ال 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 الرام فلوت، واقوم رايح حاططها في لاير واقول له لاير 2 الفا، واخد دي هنا. طبعا لاير 3 الفا اللي باينه، لان انا رافع هنا دي، هخلي دي 0. هنلاقي المنظر ده لو رحنا هنا للايمج نفسها، في العلبة واحد خلي دي 3، خلي دي 3. هنستنى شوية على السامبلينج. هي انا منقي ايمج اصلا فيها حتت رفيعة قوي، فخلينا ناخد ايمج تانية عشان تبان. ممكن ناخد مثلا مش زي دي بالظبط، اهي زي ما احنا كنا واتفقنا ان الاسم الابيض هو اللي بان فيه اللير اللي فوق اللي رقم 2، اما مكان الاسود فبانت اللير اللي تحت. وعلى فكره عشان نزود الموضوع اكتر، نفس دول هيبقوا هما البامب، عشان يبقى حتى المكان بتاع دي محفور. جميل. طب لير 3 الفا، لير 3 الفا انا محتاج لها وايد ماتيريال، يعني محتاج ايمج، بس تكون الايمج مساحات الابيض فيها كتير. فانا هروح هنا وهاخد ايمج زي دي كده، لان هي انا مش عايزها ابيض قوي، وهقول له اوبن، هقول له يس، نشوف مكانها في البيوتي. هنلاقيها بالمنظر ده كده، اكيد هحتاج لها رام فلوت. فانا هروح الت واضغط واقول له انسيرت افتر انبوت، واروح لل رام فلوت. ولو انا خدت دي كده لتحت، يبقى انا بتحكم في الاوباستي كمان بتاعت اللاير. عشان نشوفها عملي، هاخد دي هنا كده واخد دي واقوم حاططها ليه الفا او لاير 3 الفا، فبالتالي هتبقى بالمنظر ده. تمام، عشان اتحكم زي ما قلت في الاوباستي، هاخد دي لتحت، كل ما ياخد دي لتحت